هاي انت شو جابك لهون؟ معلم مزبوط؟ كيف بدك يعني نام بالمستشفى اذا هيك؟ ما تاكل هم، هلا بتروح وبتخبر زازا وذو الفقار وبابا ممدوح كمان وبتقول لهم مشان نلتقي. معلم ما فهمت. اعملي اللي عمل لك عليه والمسا رح نلتقي. معلم ويصال كمال تعين محلك. انا شو دخلني بويصال يا البير؟ شو صار بقصتنا؟ الجماعة اللي مقوصين طلعوا من جماعة لالازار. معلم بدي اقتل هالمرة. تعمل بس اللي بالك عليه مماتي. فكولي هاي اللي ورا. أمرك سيدي. قال إنك طالبني. الواحد أول شي بيقول مبروك يا البير. لك شو ليش صايرين هيك؟ اللي شو بدك. أنا بحاجتك بشتغل معي. بس أنا ما بشتغل معك. فهمتني غلط. وقت كنت عم قلك إني أنا بحاجتك كان قصدي الدولة. بدي منك تروح تكمل خدماتك للدولة بمدينة باتور بمنغوليا. هنيك رح تخدم الدولة بقطاع المخابرات تبعنا. طلبوا رأيي بهالموضوع وقلت لهم إنك المناسب. بتمنى لك النجاح بمهمتك. بدك تخبرنا لوين رايحين معلم؟ في ماما صابون عاجبني وصار لي زمان حابب اشتري، وبما انه بينا بلا شغل رايحين لنشتري. معلم فكرة كثير منيحة. بهالحالة المصاري أكبر سلاح. ليش أخذنا سلاح معنا إذا هيك؟ يمكن يكون صاحبه ما بده يبيعه. بدنا نقنعه. يعني بدنا نبيع صابون؟ مو انت قلت لي بتدخل معي بشو ما بدخل؟ ايه بندخل معلم. اصلا شطبوا على المكانة بلا ما يغسلونا فوقها. رح ندخل بشغل المخدرات بماتي. شلون يعني؟ اي شغلة رح نشتغلها رح تلحقنا عليها الدولة، وباعتبار انه شغل المخدرات مو مسموح فما حدا رح يشتكي علينا اذا سرقنا. معلم المكانة راحت على آخر. بماتي ما قلت انه رح نبيع، قلت انه رح ندخل. لمين هاي البضاعة؟ يلي ماله شرف اسمه ماله أهمية. معلم هذا معمل مثل العادي. ايش بدك يا يكون يا عمران؟ بدك ياهم يعلوا لك لوحه كبيره انه هون بيخزنوا مخدرات وبيبعتوها لبرات البلد؟ يعني بتقصد انه فينا ندخل ونحن عم نلولح بايدينا؟
ما في عنا وقت كتير، المخفر بيبعد 5 دقايق، لازم ندخل ونطلع بأقصى سرعة ومن دون ضجي. تأمر شي تاني معلم؟ بتحل الشغلة وبتتصل. حاضر معلم. ماشي الله معك. شلون رح نفوت لجوا معلم؟ رح ندخل بهالشاحنة شايفة؟ وين مخبيه البا؟ والله ما فهمت يا معلم. المعلم بيسألك وانت بتجاوب. خلص معلم، البضاعة محطوطة بسلفي إذا لاصق أحمر بالمصنع، هذا كل اللي بعرفه. وكم شخص في جوا؟ ما بعرف معلم، أحيانا بيكونوا 8 وأحيانا بيكونوا 10. وقت اللي بدك تدخل من الباب بيسألوك عن شيء؟ بتطلعوا على الإرسالية. وين الإرسالية تبعك؟ درج السيارة. طيب بعد ما ندخل لجوا لوين بنروح؟ لما بتدخلوا لجوا بتشوفوا باب المعمل بيكون مفتوح على اليسار. بيشتغلوا جوا 5 أحيانا وبيكونوا 6 أحيانا. على اليسار في غرفة فيها بيدونات وعبوات صابون فاضية. المصاري موجودة ورا هاي البيدونات. آمن معلم. هون آمن معلم. لازم نستعجل يا شباب. يلا حملوا البضاعة والمصاري بالشاحنة. انت بتعرفي يا رفيقة انك خنتي شعبك ومنظمتك وثقة قيادتك، ما هيك؟ سيدي الرئيس، انا مستحيل اني خون شعبي ومنظمتي وقيادتي ابدا. حطيت هذا البرفان بشنتي حتى اكون بشروط المدينة لاني رايحة لهنيك، ولازم بين اني مثلهم. انا بفهم وضعك التكتيكي يا رفيقة، بس بدك تقليلي منين جبتي هذا البرفان؟ سيدي اخدته من الضيعة يلي جنبنا.
وقت عملنا العملية. هلا انت بهذا الشكل عم تخونيني وتخوني منصبي لانك عم تكذبي. فوق كل يلي عملتيه لمبادئنا الثورية يا رفيقة عم تتمادي بالخيانة والكذب. ما بقي عند قواعد منظمتنا المكافحة غير قوت يوم يلي عم تدافع عنه بدمها. وفوق بدنا نبخ بارفان؟ منين جبتي هذا البارفان؟ احكي. سيدي الرئيس، الرفيق يلمز انهزم قدام ضعفه وهداني اياه، وما بعرف منين قدر يجيبه. طبعا قدمت له النقد اللازم، بس غلطتي الكبيره سيدي باني ما اجيت لعندكم فورا وبلغت عنه. بدي منكم انكم تحققوا فورا مع الرفيق يلمز بهذا الموضوع واعملوا اللازم معه. في مهمة أكبر عم تنتظر رفيقة زوزان ولازم تعملها. رح تروح على قلب البرجوازية على المدينة الكبيرة ورح امتحن التزام الثوري هنيك. خذوه. بالمدينة الكبيرة رح تقدري انك تغطي على حالك. شكرا كتير سيدي الرئيس. تفضل. يا كبير. أنا بشكركم كلكم على جيدكم لهون. قبل سنين مشينا أنا ورفقاتي بطريق، وكانت الدولة دائما واقفة وراي بهالطريق، بس بالنقطة اللي وصلنا لها هلا يمكن عم نكون واقفين بطريق حدا، وهذا الحدا دخل بيننا وبين الدولة وقطع لنا الطريق معهم. ما في أي انحراف بأهدافنا، بس رح يكون أسلوبنا مختلف بالشغل، يعني غيرنا أسلوبنا شوي. وسبب دعوتي لإلكم لحتى نجتمع هون منشان اسأل حضراتكم إذا كنتوا حابين تمشوا معي بالطريق الجديد ولا لا. أول الحكي يجعل طريقك الجديد خير وبركة. إيه بس يلي أنا ما عم بفهمه عليك، أنت شو عم تقول؟ يلي عم أقوله من هلأ ورايح بدون إذني ما بقى ينباع بهاي البلد قطعة سلاح واحدة، حتى الموس الكباس ما رح تنباع مخدرات، ولا حتى رح ينشغل بالتهريب، ولا قرش مصاري سودا رح يضل مع صاحبه. يعني صرت العراب الكبير؟ طيب نحن وين من هاي التركيبة؟ انتو بالاساس اصدقائي، وانا دائما بشارك كل شي بملكه مع اصدقائي اللي بيشتغلوا معي. انا بدعيكم لتشاركوني بغناي وفقري وتكونوا بالشغل تبعي. يلي بيقلي لا وما بيعجبه هذا الشي رح ضل احترمه. انت بتعرفني انا ما بفهم بهاي الشغلات كلها، بس بالحقيقة انت كنت على طول صديق روحي. لليوم ما شفت منك شي غير الصداقة والشرف والرجولة. انا بكون محل ما بدك كان يكون طول ماني عايش. اي والله يا بابا ممدوح. اي والله بالحقيقة صداقتي مع ميماتي قديمة كتير. أنا بعرف إنك انظلمت بهذا الشيء اللي صار، ونحن دائما منوقف جنب كل مين بيتعرض للظلم،
كل واحد بيتجرأ يوقف بوشك رح نعتبره هو عدونا. اي والله ذو الفقار اغا. اي والله. تعرفني انا مالي صداقة مع حدا، ما عندي اي اعتراض على اني يكون مشارك بالغنى، بس انا ما بحب الفقر بنوب، شلون بدي شارك فيه؟ لسه امبارح كنا عم نحكي بالشركة وبناطحات السحاب والشركة القابضة اللي ينصرنا بدنا نشتغل من تحت الارض. اذا بدكم رأيي انا بحب الشغل من تحت الارض اكتر، بعرفها اكتر. بإذن الله ما بنترك ولا واوي يعوي، وما رح نخلي قرش اسود لحدا. بس بكرة اذا صار ما صار وصل البلد انا وفتنا بقى بسين وجيم، شو بدنا نقول انه علاقتنا بالدولة خربت والامور اتدهورت وهذا اللي خلانا نتصرف هيك؟ عند اللزوم منقول هيك زعزع. انت شو رأيك؟ بقول ايه والله. شو قولنا كان؟ عم تحكي كأنك ما بتعرفني لهلا. ايه والله زازا. يا اما رح نكتب التاريخ يا اما رح نصير من التاريخ. المصاري وزعته مثل ما قلت لي، شو نساوي بالبضاعة معلم؟ خليها بماتي. طيب ماشي بخليها، بس شو رح نعمل فيها؟ بعدين منشوف. امتى بعدين؟ بماتي شو في زبون هلا بده ياخدهم؟ يعني رح نبيعهم معلم؟ هذا يلي عم بسأله. عبد الحي انت شو رأيك؟ يعني انت ما بدك اياها تنباع معلم؟ شلون بدك يعني بيع مخدرات؟ معناتها ليش دخلت بهي الشغلة؟ اذا دخلت بدك تبيعها، لانه المعلم ما رجعونا على الصفر، رجعونا تحت الصفر. عبد الحي معه حق، مالنا بايام زمان نجمع مصاري هيك ونرمي البضاعة بالبحر. شفت شو صار؟ جبنا صناديق مصاري ما بقي معنا قرش. بهالوسط لازم تصرف مصاري. بعرف منيح شو هو الوسط بماتي، وشغل المخدرات شي تاني. يعني بدك نرميها بالبحر؟
مما تقول لي في حدا متصل فيك شيء؟ حدا قال لك انه بده بودره؟ يعني اذا اتصل بنعطيه؟ هو يتصل وبنشوف. اتصل فيكي خارج تغطية. ليكي انا بعتلك هدية. شو يعني ليش بعتلك؟ ابوكي وتذكرك بهدية. ايه مزبوط، عيد ميلادي. حبيبتي انا ما بعرف هيك شغلات. طب هي بعتلك هدية. الو الو، شو هالمسخرة؟ الموبايل قال بتكون عم تحكي مكالمة فجأة بتروح التغطية. بس بس شي مرة غامر يا سيد يشار، بس تعاد اخسر حياتي باصبعك صغير. ليك اخي، بالنسبة لي اصبعي صغير اغلى من كل حياتك انت. هلا حكيت مع بنتي، يعني حظي اجاني هلا. ما لكم مهرب ابدا، الليلة ما رح خلي بجيبكم ولا قرش. طيب ماشي. مرة ثانية. الو، انا قطع التليفون. شو في الهان؟ انت بالمصنع الثاني؟ ماشي، جاي لعندك. دائما نفس القصة، لما بتعرف انك رح تنغلب بتهرب. عمي امرت اني اجي. اوزجان، روح على كراج الشاحنات ولاقي لي سليمان وجيبه لهون. عمي شو لك شغل مع سليمان؟ عمي اللي بقول لك عليه وخلاص. تأمر امر عمي. زينال، عمي شو له شغل مع الشوفير سليمان؟ ما بعرف. هلا انت يلي لزقان بعمي ما بتعرف، مين بده يعرف لك يا زينال؟ انا بشتغل مع عمك من 20 سنة، لاني ما بسمع ولا بعرف شيء. سلام سيدي. ان الله يسلمك حضرتك المفتش. من شوي اعطوني خبر الشباب، ودريت انه الشوفيريه تبعنا علقانين مع بعض. اذا بتسمح بلا ما نكبر الشغله مشان ما نتضرر. بس في سرقه كمان، عرفنا انه مسروقه سياره من شاحناتك. مثل ما قلت لك كانت خناقه شوفيريه، واحد منهم كان اخذ السياره معه، يعني ما في سرقه. حضرة المفتش، ماركتنا معروفة وما في حدا ممكن يسرقها. مع هيك تفقد جوا. إذا في شيء تاني أعطينا خبر. طبعا أكيد أكيد رح أتصل فيكم.
بمين بدي اتصل؟ يلا شباب يلا خلونا نروح. شوف لي من هو اللي وزع المناوبات على الشباب. تأمر أمر معلم. تفاحة نطلع برخيص يا جوهر؟ شش. انت عم تعصبني ها؟ خالي نحن شو قدمنا مقابيل هاي المصاري؟ هاي اللي ما عم بفهمها. لهيك عم بحكي لك صداقتنا. خالي صداقتك اغلى من الدنيا كلها. اذا ما طلعنا ببلاش فرحنا طلعنا قروش. ولك جوهر انت من 40 سنة وانت معي، في شي مرة بكل هالاربعين سنة معي شفت قرش منك حتى تحكي على 5 قروش؟ خالي عم تجرحني هيك؟ ايه دخيلك انجرح. ما حدا بيقدر يجرح واحد حيط مثلك غير حيط مثلي. ابني لك ما عم تفهم انت؟ الزلمة دفع مصاري. مصاري اعطاها بدون ما يطلب شي ابدا. يعني ما بصير من غير ما تسأل؟ هذا اللي عم قوله. ليش عطاك مصاري؟ 7000. لك الزلمة عطانا المصاري حتى ما تنباع ولا سيجارة تهريب بالسوق يا فهمان. شوف يا الناس عم تشتري السجائر التهريب برخيص. ليش تحديدا سجائر التهريب هلا همه؟ جوهر انت بتعرف انه انا ما بدخن ولا علم دار، ما منحبه لا نوع من التتن كله. عقوبتها 69 سنة. وهلا رح نساوي حملة بدنا ساحات البلد من دون تتم. عن ضد خالي الناس رح تصير تمسي من دون دخان. حتى الناس يبلشوا يدوروا يا عمو. اركض اركض. ليش واقف هيك؟ ليش؟ شو قصتكم؟ بدكم تجننوني انتو؟ بدنا ندفع هاي المصاري حتى الناس ما يشتروا من حدا تاني، يشتروا منا. ونحن من وين نجيب دخان؟ ولك هاي مو شغلتنا. 4 5 6 ذو الفقار رح يدبر البضاعة. نحن بس رح نوزع المصاري خالي. لا 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 مو كلنا طبعا. بدك تفلت شبابنا على الشوارع ابني. ها خليهم يكسروا رؤوس الناس اللي عم يبيعوا سجاير ويفرجوهم نجوم الضهر. ونحن رح نخبره لعالم دار انه وزعنا المصاري كلها. يعني لازم يفهم انه هذا اللي صار معنا. طيب خالي شو نحن ليش نحضن الزلمه اللي دارت له الدوله ظهره؟ اي يوم اذا اجى حارس ليلي لعنا هذا دولة اكثر منهم. تعرف الدوله شغله من الزر. لكني ليش بقي حراسه يبقى ازرق؟ خالك عم يشوف مصلحته. علم دار اعطاني كل هالمصاري والمقابل المقابل ولا شيء. الباقي من هالشغله ما بيهمني. وين صرت بالعد نجدات؟ آسف خالي كنت عم بسمع عليكم ونسيت عدها من الأول. عوانطجي هذا الولد بحب يعد المصاري من قلبه. الحمد لله وأنا كمان بحب عده، بس أنا بحب المصاري. اليوم علم دار عطاني مصاري حبيته من جوات قلبي. ها إذا أنت بكرة بتعطيني مصاري وقتها أبصير حبك إلك كمان.
راد على مدار شو له شغل معنا. بسألك أغا. لا تسأل، لا تلخبط لي جو. أنا بستفسر. أنا جمعت الكل أغا. شرف. شفتوا ولو مرة كلمتي ما تنفذت؟ شلون خليتون؟ ادخل. عمي جبت لك سليمان. خليه يفوت. امرتني اجي ذو الفقار اغا. طمني عنك سليمان، وضعك منيح؟ معيتك منيح. ولاد اختي كمان مناح؟ كلن مناح. طيب ايه اللي عم يشربوا سجاير هالايام؟ لا اغا، ما حدا بيدخن. انا سمعت انهن عم يدخنوا. سمعت غلط اغا. يعني هذا اللي وصل لك غلط. معناتها انت لازم يلي تقول الحقيقة يا سليمان. اللي سمعته ولاد اختي داخلين ببيع الدخان التهريب. انت عم بتدخل مصاري منيح، ليش هن فايتين بقصة تجارة الدخان المهرب؟ ما بعرف اغا، الحقيقة ما فهمت شو عم تقصد. طبعا ما عم تفهم. بدك تعرف لي منيح منين بيجيبوا هاي البضاعة، ولمين عم يجيبوها، ووين عم تتخزن. بتأمر امر اغا. شو عالم دار اعطى شغل الدخان لعمي؟ سيدي، جماعة الامريكان وصلوا. وجايبين العينات معهم؟ جايبينها سيدي. وجربتوها ما هيك؟ العينات مثل ما امرتوا تمام سيد الرئيس. جيبهم. تفضل. بكرة أو البعده إذا طلع عفو عنا، لمين بدكن تروحوا تبيعوا سلاح؟ وين بدكن تلاقوا زبون منيح مثلنا وبيشتري منكم بهاي الطريقة؟ وقتها بتكونوا عم تأسسوا الدولة تبعكن، وساعتها رح نصير نبيعكن سلاح أكتر. لو بيقدروا يفهموا الرفاق الثوريين تكتيك الرأسمالية تبعكم بشكل دقيق، بتتأسس دولتنا الثورية وبيتحقق الحلم وبتنتشر العدالة الاجتماعية. انتو ما رح تتخلوا عن الاستغلال الرأسمالي تبعكم؟ اذا بدك برجع الاسلحة ما أنا مشكلة. تخلوا عن المواقف التكتيكية يا اخي الرأسمالي، نحن هون عم نشتغل بالتجارة. لا انت رح بترجع الاسلحة عم استودعكم، ولا انا برضى انك ترجعهم بعد ما وصلوا. شاه ميران، ما عاد بدنا تعطينا مصاري كاش. لشو صاير في مشكلة؟ عم بتصير مشاكل، بدنا اياها تتحول على حسابنا بالبنك. وهي هاد تكتيك رأسمالي تاني، على اساس في تنازلات بالتجارة. نحن متضايقين باوروبا ومحاصرين، حساباتنا بالبنوك كلها عم تترقب. اكيد رح بتلاقوا طريقة. انتو اخترعوا لنا المشاكل ونحن بنخترع الحلول، وهذا قدر الثوريين بين الوحوش. خلص من هلا، ما تشغل بالك. اسمه لهذا الزلم يا عزات، بينادون ناس لف، بيشتغل بتجارة الدخان أبا عن جد، وصار له زمان عم يبيع الدخان التهريب. بيجيب من بلغاريا ومن روسيا ومن إيران ومن العراق،
ومنين ما لقى بيجيب كل هالدخان وبزته بهالسوق. وهذا عنوان مستودعه؟ هذا عنوان واحد من المستودعات تبعه. ميماتي انت سمعان بهذا اللف؟ سمعت فيه من زمان كتير معلم، بس ما كان كتير مهم. شو بيطلع من شغل الدخان؟ لا تحكي هيك يا ميماتي، عم يحكوا عن 300 ل 500 مليون دولار. شو عم نحكي عن الماس ولا ذهب ولا بلاتين؟ كلها شغلة سيجارة. ميماتي بديش علبة السجاير يلي بالسوق؟ شو بيعرفني بديش؟ الأجنبية بسبع ليرات، راس مالها كله على بعضه ليرتين، لما بتنباع بالمحلات بيربحوا 10% من أساس سعر العلبة، ولما ببيع المهرب بالجملة بيربح فوق 100%. نحن ما لنا علاقة بمين بيربح وقديش، بس لما بده يربح ليرة واحدة لازم يربحها بعلمنا نحن. مشكور أخي ذو الفقار. تسلم يا أخي مراد الروح. في مانع ناديك من دون كلفة مراد الروح؟ إلي الشرف. إيه والله معلم ميماتي، معلش روح معكم. ليش لا، تعال نشوف شلون دراعك بهالشغلة. هاي مانا شغلة مخدرات، ما لازم تقوصوا على حدا. رح ندخل لهنيك نضاف ورح نطلع نضاف. برافو، هيك رح يصير رجال يا زينة. بس إذا بده يصير بيصير عندك يا أغا. يلا روح جيب الشحنة لقدام الباب. معلم يا ريت تنسى انه ايدي مقطوعة وتعاملني على هالاساس. بايد وحدة بتعمل ثلاث شغلات يا بطل. بامرك معلم. معلم عم تبعت كل واحد من الشباب لهون ولهون بس ما نوقع بمشكلة. ميماتي مالنا 50 واحد، كل واحد رح يتوكل بشغلة. ارمي مسدسك بلا ما اخلص عليك. اهدى اهدى. مات الحارس معلم. برافو زجان. لما بقول ما بتقوصوا حدا يعني ما بتقوصوا حدا. يعني موت رفيقنا يا معلم. لو كان بده يقتله كان قتله. يا بتكون تحت امري وبتسمعني يا اما ما كان لازم تجي. معلم عمران على الارض. حملوا هالدخان بالشاحنة وشيلوا الزلم المقتول.
تعرفوا لي عائلتي وتتكفلوا بمصروفها. شوي شوي. بتروحوا فورا وبتجمعوا لكل الحرامية اللي بالمنطقة هون وبتجيبوهم لقدامي. بدي كسر لهم ايديهم ورجليهم. حاضر معلم. الو، انا مراد على الدار. مع مين عم احكي؟ انا عزت. سيد عزت، اذا انت بالمحل بدي اجي اشرب عندك كاسة شاي. خير، شو القصة؟ بس اجي وشوفك بحكي لك شو القصة. تفضلوا تعالوا، بستناكم. شو له مراد على مدار عنا يا ترى؟